ورحمة الله وبركاته. هذا الجزء الثاني من المودرن فيزيكس اللي راح نتعلم به إن شاء الله، اللي هو ما يسمى فوتو إلكتريك إفكت. آخر شيء اللي أخذناه كان عبارة عن بلاك بادي راديشن، وتعلمنا من البلاك بادي راديشن إنه الإنرجي كانت تحوي صفر اتش نيو 2 اتش نيو ممكن تكون ان اتش نيو إلى آخره. بمعنى، وافترضنا طبعا بالبلاك بادي راديشن انه الاتومز مربوطات للجدار بواسطة زمبركات، ومنعرف انه طاقة الوضع للزمبرك فنسميها يو هي عبارة عن 1/2 كي اكس سكوير. بمعنى لو نرسم اليو as a function of x هي عبارة عن بارابولا بهذا الشكل، والطاقة ممكن تكون اتش نيو 2 اتش نيو 3 اتش نيو وهلم جرا. ولما ينتقل الكترون، نفرض ان في هنا الكترون انتقل الى هنا، فراح يكون فرق في الطاقة دلتا اي. الفرق ما بين كل مستويين عبارة عن H في النيو. طبعا فيه كان خطأ بتفسير نتائج البلاك بادي راديشن، بالرغم من انه طلعت نتائج دقيقة جدا مع احتساب انه H عبارة عن 6.65% في 10 قوة ناقص 34 جول سكند، إلا أن الخطأ الرئيسي كان مبني على أن الراديشنز الموجودة داخل البلاك بادي هذا الجدار، وكان هنا عبارة عن standing waves، بس هذه standing waves ب 3 dimensions. كان الإي عبارة عن E نوت ساين كي اكس في اكس ساين كي واي في واي ساين كي زد في زد في ساين اوميجا في تي. اذا الفرضية الاساسية ان الراديشن عبارة عن ساندينج ويفز ساين ويفز، اللي هي أساسا فكرة كلاسيكال ميكانيكس. فكيف أنه بدينا بكلاسيكال ميكانيكس وانتهينا بإنرجي تكون بصيغة NH نيو؟ فهذه الكونتراديكشن اللي هو حلها مستر أينشتاين. وأينشتاين افترض أنه داخل هالبلاك بادي الموجود عندنا، افترض أنه في عندنا gas of photons، وهذول الفوتونز جايات من انتقال الإلكترون لما يكون في طاقة مستوى عالي إلى طاقة أقل منها، أعطانا فرق في الطاقة بمقداره H في النيو. والنيو هذه اللي هي الراديشن، واللي هو قال يعتبرها اللي هي عبارة عن الفوتون. وظهرت له مصطلح جديد جميل جدا، واللي هو كان عبارة عن light is photon photons. وهي حقيقة هذه الجملة غريبة، حتى لغويا غريب، فlight مفرد والphotons عبارة عن جمع light is photon. ومنعرف photon على انه excitation of electromagnetic waves. طيب هاي الفكرة اللي ممكن تنقذ الموقف وتحاول تبين انه كل شيء كوانتم، هذه حقيقة اثبت ان الفوتونات موجودة
بتجربة اللي هي ما يسمى فوتو إلكتريك إفكت. خلينا نشوف الفوتو إلكتريك إفكت. نعمل صفحة جديدة. الفوتو إلكتريك إفكت في عندنا منطقة كلها هذه فراغ هواء ماء لا يوجد فيها، وفي عندنا هنا كاثود معمول من مادة حساسة جدا، وهذا المادة وهذا الكاثود في بالجهة الثانية في عندنا أنود. كاثود يعني اللي هو بيكون موصول بالموجب طرف الموجب، والأنود اللي هو بالطرف السالب، وهنا هذول موصول معنا أميتر، لكن هذا أميتر بده يكشف عن تيارات صغيرة جدا، فبالغالب يكون عندنا مايكرو أميتر، وعندنا مجزئ جهد. وبين هالطرفين هنا في عندنا بطارية. بهذا الشكل. وبالتالي بتولد عندنا تيار في عندنا هنا لايت، لذلك هي فوتو تسقط على الكاثود، هنا كاثود، نلاحظ وجود تيار هنا. هذا التيار سببه انه تحررت الكترونات، فهذه الإلكترونات تمشي بهذا الاتجاه، خلينا نقول عندنا في عندنا إلكترونات، وبعدين تمشي بالدائرة ومنقيس مقدار التيار. طبعا كان في نتيجتين لهذه، إذا نحسب العلاقة أو نرسم علاقة ما بين الانتنسيتي، هنا نحسب تيار كرنت I، وهنا في عندنا الفولت، فطلع معانا بانتنسيتي معينة، بطلع معانا بهذا الشكل. خلينا نسمي هاي الانتنسيتي، نسميها بي مثلا بي 1، واذا زدنا الانتنسيتي بطلع معانا، اسف هنا لازم يكون لهن نفس الشيء، طلع معنا نفس الشكل، لكن تنتين بلتقن عند نفس الجهد اللي هو ناقص في نوت. وهذه إذا زدنا الانتنسيتي، يعني بي 2 هنا أكبر من بي 1. بدنا نفسر هذه النتيجة. هذه نتيجة لا يمكن تفسر بواسطة الكلاسيكال ميكانكس، لأنه بالكلاسيكال ميكانكس هذه الانتنسيتي تتناسب مع مربع الإلكتريك فيلد سكوير، فبالتالي كل ما زاد الإلكتريك فيلد بدها تزيد هسيات سرعة هذه الإلكترونات، فبالتالي كي دائما أو الكاينتك إنرجي كاينتك إنكريزز دائما باستمرار. حتى نفسر شو اللي قاعد بيصير، لاحظوا خلينا ناخذ مثلا شدة الإشعاع عند P1 واللي أعطانا المنحنى اللي تحت، نحاول نفسر هذه. أول شيء موجود عندنا هذا فرق الجهد V، ومع ذلك شو معنى أن يكون في عندنا ماينس، يعني عكسنا القطبية. حتى لو عكسنا القطبية ما زال في عندنا تيار، يعني ما زال في عندنا شحنات تتحرك من الكاثود إلى الأنود. عند جزء معين، عند جهد معين اللي هو في نوت، بطل يصير في عندنا تيار. طبعا التيار عبارة عن حركة شحنات، معناها المادة هنا في عندنا، أو مش المادة، معناها الجهد في عندنا جهد معين، بحيث شو ما تتغير بالانتنسيتي للضوء، مثلا ناخذ الضوء الأحمر
أو الضوء الأخضر أو الضوء الأصفر أي ضوء بدك إياه، مثلا الضوء الأحمر لو وحسبنا I مع V فبطلع عندنا ماينس V نوت اللي عنده ببطل يصير في عندنا تيار كهربائي. لو زدنا الأشعة، لو زدنا شدة هاي الأشعة برضو راح يتوقف عند V نوت، معناها بطل يصير في عندنا الكترونات تتحرك، معناها في عندنا هذه الفينوت تعبر عن كان في عندنا الكترون مثلا هنا أكبر الكترون له طاقة حركية راح يوقف عند جهد معين اللي هو فينوت، لذلك أقصى طاقة هذه كي ماكس للإلكترونات راح تكون عبارة عن لها علاقة بالفينوت، لكن هنا الفي عبارة عن جهد حتى نحولها للطاقة اللي هي إي مضروبة في فينوت. والفينوت هذه احنا سميتوها انتو stopping potential، الجزء الثاني اللي اللي لا يمكن كلاسيكيا يفسر فيها اللي هي النتيجة التالية، انه لو جبنا نفس شدة الاشعاع ولكن غيرنا التردد، يعني جبنا ضوء احمر بعدين ضوء اخضر بعدين ضوء اصفر مثل ما بدنا ورسمنا العلاقة ما بين I و V لنفس شدة الاشعاع، فبطلع معانا هذا المنحنى الاول غيرنا هالسعيات بطلع معانا بهذا الشكل. هذه إذا هنا ظهرتني بيختلفن عن بعضهن إن استخدمنا ضوء مختلف التردد different new، فبالتالي كأنه كل ما بغير التردد قاعد في عندنا بتغير ال stopping voltage. فإذا رسمنا العلاقة ما بين ال stopping voltage وإحنا نعرف إن ال stopping voltage negative، لذلك خلينا نأخذ القيمة المطلقة لإله مع مقدار التردد راح يطلع معنا بهذا الشكل. يعني عندنا الماكسيمم انرجي قاعد بتتغير حسب التردد الموجود، هذا الشيء لا يمكن تفسيره من وجهة نظر الكلاسيكال ميكانيكس. كيف نحاول نفسر هذه النتيجة؟ اولا المادة اللي سقط عليها الضوء، في عندنا مادة مثل هيك فنعتبر هذا السطح مؤلفة من جوا بيكون في عندنا انوية، وهذه الانوية شحنتها موجبة وفي عندنا الكترونات تدور حول هذه النواة مثلا، خلينا نأخذ بهذا الشكل، وفي عندنا ما يسمى free electrons موجودات، يعني وكل إلكترون هنا له طاقة حركة معينة، فخلينا نقول إنه هذا مثلا له طبعا ملان في عندنا free electrons، بس خلينا نأخذ إلكترون جاي من هنا هيك، نقول هذا الإلكترون له kinetic energy وسقطنا عليه ضوء، الضوء له h نيو لأنه قاعد حسب النيو قاعد بتغير واللي بنزل قاعد الضوء، فهذا الضوء راح وحرر مثلا الإلكترون، فهذا الإلكترون تحرر بهذه الطريقة E، وبحيث أنه هذه الإي لها كاينتك إنرجي، خلينا نلغي هاي الكاينتك إنرجي، كل إلكترون له كاينتك إنرجي، بس خلينا نقول هذا الإلكترون اللي تحرر له كاينتك إنرجي معينة. والتفسير كان أنه الضوء اللي سقط هو عبارة عن أجسام عبارة عن فوتونات، طاقة هذا الفوتون هو H في النيو، إذا كان هذا الفوتون له طاقة كافية إنها تحرر الإلكترونات من السطح ساعتها هذا الإلكترون بطلع، لكن ممكن الإلكترون هذا ما يكون، ممكن طاقة الفوتون ما تكون كافية إنها تحرر الإلكترون، إذا فيه أنواع من الطاقة، الطاقة اللي نعبر عنها بالفوتونات اللي هي H في نيو، في نيو معينة غير قادرة على أنها تعمل تحرير للإلكترونات، لكن إذا زادت هذه
للنيو عن حد معين تقدر تحرر الإلكترونات الموجودة على سطح المادة ويتحرر هذا الإلكترون ويعطي طاقة حركة. إذا نزل H نيو هذا بده يتغلب على الطاقة الموجودة لهالمادة اللي احنا بنسميها فاي، وبعطينا كاينتك انرجي او الكترون له طاقة حركة. عند حد معين لا يوجد تحرير للإلكترونات، عند حد معين بنسميها H نيو نوت، في حد معين اللي بعدها يبدأ تحرير الإلكترونات بتكون عندنا فاي زائد صفر، بحيث انه ما فيش عندنا إلكترونات تتحرك، لذلك هذا الفاي بنسميه الورك فانكشن، وكل مادة لها work function معين. وهذا النيو نوت نسميه جهد العتبة اللي هو threshold frequency. وحقيقة هذا كان هو تحليل أينشتاين اللي حصل فيها على جائزة نوبل، انه حتى يصير في تحرير للإلكترونات، اذا تحررت الإلكترونات معناها تولد عندنا تيار كهربائي، هذا التيار الكهربائي في له ستيبنج فولتج معين، راح نشوف كيف هون هذا راح يقدر يفسره، وحسب طاقة هالفوتون اذا قدر يحرر او ما قدر يحرر. الاقل شيء تبدا يقدر يحرر اللي هو بنسميه اتش نيو نوت. لذلك في هذه الرسم اللي ظهرت معانا اخر واحده اللي هي رسمنا النيو مع الستوبنج فولتج، عندنا حد معين هذه اللي هي النيو نوت اللي بيكون عندها الفي نوت صفر، يعني الكاينتك انرجي صفر، يعني ما فيش عندنا او الماكسيمم كاينتك انرجي صفر، يعني بعده لم يبدأ يتولد وجود تيار كهربائي. كل ما زدنا للنيو كل ما تغيرت الفي، لذلك بتبين لنا الرسمة هذه بكل بساطة، تقدر توضح لنا هذا الشكل الآي مع الفي مع تغير للنيو، آي مع في مع تغير للنيو، هاي مثلا نيو واحد، هاي عند نيو اثنين مش في وإنما نيو إلى تردد، يعني بحيث إنه نيو اثنين أكبر من نيو واحد. هذه سهل توضيحها، كانت واضحة من معادلة أينشتاين. الطريقة الثانية هسية اللي هي اللي كانت الرسم الأولانية اللي هي I مع V، ولكن زدنا الشدة فقط وكان بيعطينا نفس الستوبنج فولتج، وكان هذه إلها P1 وهذه إلها P2. لما نقول في عندنا زادة الشدة معناها زدنا number of photons، إذا قدرنا نزيد number of photons زدنا هذا النمبر من هون، معناها عدد الفوتونات الموجودة زاد، معناها زاد عدد الإلكترونات اللي بتحرر، فكأنه إذا كانت هذه الطاقة كافية أن تحرر الإلكترونات فقديش في عندنا فوتونات راح نحرر نفس العدد منه بس راح يحد إلكترونات. إذا زيادة الشدة اللي هي معناها زيادة في عدد الفوتونات، وهذا كان تفسير جميل حقيقة من سير أينشتاين. طبعا فوتوإلكتريك إفكت لها تطبيقات كثيرة، واحدة من التطبيقات اللي هو اكتشاف الليزر، ممكن تكون هذه كتجربة تكون أعظم تجربة في تاريخ البشرية، وقديش لها تطبيقات وكل فترة والثانية بطلع لها تطبيق مهم، وكان أعظمها اللي هو اكتشاف الليزر. الشيء اللي بدنا ناخذه من هذه التجربة انه الضوء يتصرف كفوتونات، هذه الفوتونات اللي عبر عنها أينشتاين بانه قدر يلغي التناقض الموجود ببلاك بادي راديشن. نراكم قريبا ان شاء الله بالجزء الثالث من المودرن فيزيكس.